ومعنا مشاهدينا هاتفيا ناشط في تظاهرات عبد الله الفراجي من بغداد. مرحبا بك سيد عبد الله. إذا الصدر دعا أنصاره إلى العودة إلى ساحات التظاهر، كيف تنظرون إلى هذه الدعوة وفي هذا التوقيت؟ أخي الصدر كما الحكومة العراقية أفلس من جميع مشاريعه. الصدر علم أن الثورة أوشكت على النصر بعد أن رفع المتظاهرون في ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات الأخرى أعلام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبعدما سمعت لهم جنين بلاتخارت سمعت مطالبهم وشكاويهم ورفعتها إلى الأمم المتحدة. بعد هذا مباشرة الصدر كان على يقين أو أصبح على يقين بأن الثورة قد بدأت تؤتي ثمارها. الصدر ربما ندم على انسحابه الأخير الذي كان غير موفقا بالنسبة له ولأنصاره. الصدر مسير لا مخير كما تعلمون. الصدر له تنسيق أمني مع الحكومة العراقية وهو شريك رئيسي، لديه 52 نائبا بالبرلمان ولديه 6 وزارات وعشرات الهيئات التابعة له التي يديرها أنصاره وتدر عليه ملايين الدولارات. الصدر شريك أساسي بالحكومة العراقية ولا يمكن الخروج عليها. الصدر إذن سيد عبد الله اسمح لي، يعني بعد إخفاق هذه المليونية التي دعا إليها الصدر الأسبوع الماضي، هل ستنجح بحسب اعتقادك محاولاته بركوب هذه الموجة مجددا؟ أخي الصدر لن ينجح لأن الثوار باتوا يعلمون خطط مقتدى القمي. كل من في الساحات، كل من يتواجد الآن في الساحات يرفضون رفضا قاطعا رجوع الصدر وأنصاره إلى الساحات، لأن مآربهم باتت واضحة، من يسيرهم باتوا واضحين جدا، هم ضد الثورة أكثر من أي وقت مضى، باتوا الآن واضحين جدا هم يعني ضد الثورة. ردة فعلكم واضحة سيد عبد الله على هذا التخبط من القوى السياسية ومحاولة ارتداء قناع الإصلاح. نعم بالضبط. أتباع الصدر عادوا أمس لسببين، ربما لسببين، والسبب السبب الرئيسي عادوا لإعلان لتوقع إعلان برهم صالح المرشح لرئاسة الوزراء اليوم لكي يرفعوا لافتاتهم بأنهم يعني يقبلون ترشح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، وربما سينسحبون غدا أو بعد غد، ويتهمون المتظاهرين الذين استمروا في التظاهر منذ 4 أشهر يتهموهم بالجوكرية ويشنون عليهم عمليات حرق وعمليات إطلاق رصاص، وربما تفضل اعتصامات. هذه هي خطتهم، تفضل اعتصامات بالقوة. كيف ستواجهونها؟ ما هي ردة فعلكم تجاه ما سيحدث كما ذكرتم؟ أمس مساء أمس المنصة أعلن الثوار المتمسكون أو المعنيون بشؤون المنصة، منصة ساحة التحرير التي تقع قرب المطعم التركي أو من ضمن المطعم التركي، أعلنوا بأن لا يعني أي قرار سيصدر من المنصة لن يعترفوا به أبدا، لأن التيار الصدري يحاولون السيطرة على المنصة وعلى المطعم التركي، وقاموا بتهديد العشرات من أصحاب الخيم والناشطين. طبعا يوم أمس دعا الثوار عبر هذه المنصة إلى الطلاب وإلى الثورة الطلابية، إلى أصحاب القمصان البيض ليلتحقوا بالساحة. إذن أيضا طلب المتظاهرين بالتدخل الأممي والدولي أمام هذا القمع المتواصل الحكومي والميليشياوي، كيف سيؤثر برأيك في مسار هذه الثورة، ثورة تشرين؟ والله أعتقد الثورة باتت تؤتي أكلها بإذن الله. مقتدى لو لم يكن التدخل الأممي بات قريبا، التدخل الأممي من خلال جنين بلاتخارت ومن خلال الأمم المتحدة ومن خلال الاتحاد الأوروبي ومن خلال 16 دولة التي أدانت العنف المفرط
تجاه المتظاهرين، لولا هذه الإجراءات ولولا هذه القرارات لما عاد مقتدى إلى الساحة، لما عاد أنصار التيار الصدري إلى الساحة يوم أمس. هم يحاولون بشتى الطرق إنهاء الاعتصامات أو السيطرة عليها، وإذا ما انتصرت سيقولون نحن في كنا على رأس المصلحين أو المطالبين بالإصلاح. شكرا جزيلا لك من بغداد الناشطة في التظاهرات عبد الله الفراجي.